بص الزغاليل هي لسه طبعا مدبسه او حوالي 12 يوم، وادي طبعا النتايه هي رمت الحصوات الاولى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله طالعين نقدم جرعة مهمة جدا جدا للحمام بتاعنا، رافع مناعة، هتزود الخصوبة عندك، هتزود وزن الحمام بتاعك، زائد ان هي لها مفعول قوي جدا مع الزغاليل بتاعتنا. لو انت فعلا بتشتكي من قلة وزن الزغاليل، الزغاليل اللي هي بتبقى مقفعة في فصل الصيف، الناس كلها دايما بتشتكي بتقول ان الحمام بتاعنا بيبقى وزنه كبير ولكن بتطلع زغاليل وزنها قليل. زائد كمان يا جماعه ان دي اهم جرعه بقدمها للحمام بتاعي باستمرار، بيفضل في عندي انتاج مستمر، بتزود خصوبه الذكر، ما بيبقاش فيه بيض طبعا بيض رايق ولا بيض غير مخصب، بتزود الخصوبه عند النتايه، بتنشط المبيض بمعنى اصح للنتايه. الكيس زي ده كده ثمنه حوالي 50 قرش اهو يا جماعه، بجيبه من السوبر ماركت، بقدمه بالطريقه دي. الخميره مهمه جدا جدا، وليه انا بقدم الخميره وده افضل جرعه بقدمها للحمام بتاعي؟ يمكن ده ثالث فيديو اتكلم فيه عن الخميره، ولكن نظرا لاهميتها لو عرفت فوائد الخميره صدقني مش هتقطعها من المكان بتاعك. يلا بينا بقى نعرف الفوائد العظيمه اللي هي بتاعت الخميره، ونعرف طرق استخدامها سواء اذا كانت خميره فوريه او الخميره البيره او الخميره الميبكو اللي احنا برضو اتكلمنا عليها في فيديوهات قبل كده. لان من اهم مميزات الخميره انها بتحتوي على فيتامينات، فيتامين ب بالاخص، وتحتوي على املاح معدنيه، احماض امينيه، ودايما بنقول ان اللي بيساعد على الانتاج هي الفيتامينات والاملاح المعدنيه، فده عنصر متواجد في الخميره اللي هو بيساعدنا على زياده الانتاج. بيساعد كمان على الهضم السريع وفاتح قوي جدا للشهيه ومكمل غذائي، ودي اهم حاجه طبعا بحتاجها للزغاليل بتاعتنا ان هي تفتح شهيه الحمام بتاعنا الكبير وتبقى مكمل غذائي خاصه للزغاليل. بنلاقي سرعه تحويل الغذاء على الزغاليل بتاعتنا، بنلاقي الزغاليل دايما في صحه جيده، مفيش زغلول مقفع، مفيش زغلول مسيف مننا. زائد كمان ان هي بتساعد على الهضم، طول ما في هضم يا جماعه، طول ما صحه الزغاليل بتاعتنا بتبقى كويسه، فبالتالي وزن الزغلول بيزيد ووزن الحمام بتاعنا بيزيد، بيبقى مهضم قوي جدا وطبيعي للحمام بتاعنا اللي هو غير مقبل على الطعام. الخميره كمان بتنشط البكتيريا النافعه وبتقضي على البكتيريا الضاره، ودي اهم حاجه انا بحتاجها في الموسم ده او في الفترات اللي هي بين تغيير الفصول. الامراض اللي بتبقى منتشره، السالمونيلا، الاسهالات اللي هي بتيجي الحمام بتاعنا، طول ما في بكتيريا نافعه دايما بتقاوم اي مرض بكتيري في معده فرد الحمام بتاعنا او في حويصله فرد الحمام بتاعنا، لا بيجي لي كانكر ولا بيجي لي اي امراض بكتيريه اللي احنا بنتكلم عليها، وخاصه السالمونيلا او الاسهالات. فده عنصر مهم جدا جدا بحتاجه، وده سبب اساسي اللي يخليني ان انا اقدم الخميره باستمرار للحمام بتاعنا. ولازم اقدم الخميره يا جماعه بعد اي كورس علاجي، وخاصه لو انا اديت مضادات حيويه نتيجه الاسهالات او السالمونيلا اللي جت للحمام بتاعنا، او نتيجه الديدان لو اديت كورس علاجي للديدان برضو للحمام، لازم ان انا اقدم بعدها مباشره الخميره. عشان الادويه يا جماعه اللي هي وخاصه المضادات الحيويه او جرعات الديدان دي بتقتل البكتيريا النافعه، فلازم ان انا انشط البكتيريا النافعه تاني داخل معده فرد الحمام بتاعنا، فلازم ان انا اقدم جرعات الخميره، مهم جدا جدا بعد كل كورس أدوية بعمله للحمام بتاعنا. الخميرة كمان يا جماعة تعمل كمنشط جنسي يساعد على زيادة الخصوبة لدى الذكورة وتنشيط البويضات لدى الإناث، وده مهم جدا جدا خاصة لو احنا مهتمين بزيادة الإنتاج. الناس اللي هي بتشتكي من قلة الإنتاج لازم إن أنا أهتم بجرعات الخميرة، لأن هي تحتوي على السيلينيوم وبتنشط البويضات بتاعة الإناث، فبالتالي هيفضل عندي الانتاج مستمر ان شاء الله. ولها دور فعال وقوي جدا لرفع وزن ومعدل زيادة وزن الزغاليل اثناء فترات التحصين، وبتساعد كمان على بناء جهاز قوي جدا يعمل كحائط صد ضد الامراض الفيروسية، يعني ان انا بأسس الزغاليل بتاعتي في البدايات، فلازم ان انا اهتم بجرعات الخميرة مع الزغاليل ومع اللصوص الكبيرة، مهم جدا جدا جرعات الخميرة. طبعا في نوعين يا جماعة من الخميرة زي ما اتكلمنا قبل كده على فيديوهات كتيرة جدا، واتكلمنا على الاقراص اللي هي الميبكو، ولكن دي غاليه جدا. لو حابب انك انت تشتغل بيها ممكن تجيبها وتشتغل نص قرص للزغاليل اللي هي ما بعد عمر 15 يوم حتى عمر الفطام، او 10 ايام كده وانت طالع حتى عمر الفطام. وللاصوص الكبيره اللي هي الاهالي ممكن تدي برضو نص قرص للذكر وللنتايه، ما تزودش عن كده يا جماعه عشان ما تبقاش مضره. بالنسبه للزغاليل الصغيره اللي هي اعمار ما بين 5 ايام حتى عمر 15 يوم، بدي ربع قرص برضو لكل زغلول كده بالفم مباشر،
كل 4 ايام بالنسبه للزغاليل. بزود طبعا وزن الزغاليل بتاعتي من المكملات الغذائيه اللي انا دايما اتكلم عليها اللي هي بترفع معدل وزن الزغاليل. ممكن ان انا اقدم الخميره اللي هي الخميره البيره اللي هي بتتباع في الفرن، اجيب برضو ربع معلقه اللي هي معلقه الشاي الصغيره واحطها على لتر ميه واسيبها تخمر لمده 12 ساعه يا جماعه، وبعد كده بقدمها للحمام بتاعنا. وما ننساش ان احنا لازم نقدمها على عطش. ممكن ان انا اضيف برضو عليها معلقه سكر واسيبها تخمر وبعد كده بنقدمها للحمام بتاعنا. الطريقه الثالثه وهي الطريقه المفضله ليا، ان انا بجيب كيس الخميره اللي هي الفوريه وبقصها من افضيها في لتر ميه او ازازه زي دي كده يا جماعه، وبرجها وبشتغل بيها مباشره مع الحمام بتاعنا اهي كده يا جماعه. بفضيها وابدا اقفل الازازه بتاعتي وابدا ارج المسحوق حتى يتفاعل مع الميه او الخميره بتاعتنا تتفاعل مع الميه بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، واسحب بالسرنجه بتاعتي وامسك الزغاليل مباشر بالفم، ادي لكل زغلول زي ده كده في العمر ده. السرنجه دي 50 سنتي، بدي ال 50 سنتي اهو كده يا جماعه قبل ما الاهالي يتاكل ولا اي حاجه، وادي الزغلول بتاعنا بالطريقه دي كده. بتفضل معده فرد الحمام بتاعنا او الحويصله بتفضل طريه باستمرار. نفس العينه برضو من الزغاليل او الاعمار بجيبها وبدي بها برضو 50 سنتي بالفم مباشر. ده كده طبعا ما بيغلبنيش ولا اي حاجه ان انا افضل اخمر الخميره او ان انا اجيب خميره لقراص الميبكو اللي هي بتبقى غاليه دي، كده افضل حاجه بقدمها للزغاليل وللحمام وللاسوس الكبيره. الكيس ده طبعا ما بيكلفنيش كتير، هو رخيص جدا ولكن له مفعول قوي جدا مع الزغاليل. ده عمر مختلف برضو بديله بالسرنجه كده. طبعا كل زغلول حسب الوزن بتاعه حسب الكميه اللي انا هديها له. ده كده عمر اقل برضو بنفس السرنجه اهي بديله برضو بالفم اهو، بحط الخرطوم او المبسم في الزغلول وبديله على قد برضو ما هو بيحتاج للكميه اللي انا بديها له من الخميره. اللي عندي بيبقى زياده في الوزن بترفع معدل زياده وزن الزغاليل بمعنى اصح. وده عمر برضو اقل يا جماعه، بديله برضو الخميره كده، ما بستناش بقى الاهالي ان هي تدي الخميره، عايز انك انت تقدمها برضو مباشر للحمام. الاسوس هي اللي تمسك للحمام، مفيش اي مشكله. في الخط الميه واقدم جرعات الخميره للاهالي اللي هي تحتها زغاليل، لما بتبدا ان هي تشرب وتخلص احط تاني مره واتنين وتلاته لحد ما اضمن ان الزغاليل فعلا اتكرعت من جرعات الخميره اللي انا بحطها للحمام بتاعنا. دي كده يا جماعه جرعات الخميره كامله وطريقه تقديمها وتحضيرها للحمام بتاعنا والفوائد العظيمه اللي احنا اتكلمنا عليها. ما ننساش طبعا ان احنا بعد اي كورس علاجي ان احنا نقدم الخميره. الخميره نقدمها لو مره واحده بس في الاسبوع، صدقني هتعمل معاك طفره كبيره جدا، هتحافظ على الحمام بتاعك من الامراض، هتنشط البكتيريا النافعه اللي انا دايما اتكلم عليها اللي هي تبقى كحائط صد ضد الامراض البكتيريه اللي هي بتصيب الحمام بتاعنا. يعني طول ما البكتيريا النافعه دي شغاله هتفضل الحمام بتاعنا في صحه زياده، زائد ان هي هتحوش عنك اي امراض اذا كانت امراض بكتيريه. الامراض الفيروسيه هي بترفع مناعه الحمام، بتعمل كحائط صد ضد الامراض الفيروسيه اللي هي اهمها الروشه. مش هيجي لك طبعا لا روشه ولا جدري ولا اي حاجه لانك رافع مناعه، لانك عامل رافع مناعه قوي جدا للحمام بتاعنا وللزغاليل خاصة اللي انت بتأسسها بالخميرة. جرعات الخميرة هي من المكملات الغذائية زي ما اتكلمنا، عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، من المكملات الغذائية المهمة جدا اللي انت لازم تستخدمها للزغاليل خاصة لو انت مهتم بتربية الحمام ومهتم بزيادة وزن الزغاليل ومهتم بزيادة معدل الانتاج للحمام بتاعنا. واسف جدا على الاطالة في الفيديو، ويا رب كده اكون قدرت اقدم مادة مفيدة لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهاية الفيديو باللايك والشير واشتراككم في القناة، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.